والآن في مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية، هذا المستشفى الذي تلقى تهديدات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالادعاءات والمزاعم التي يقولها بأنه تحت هذا المستشفى يوجد أنفاق تابعة لحزب الله. هذه هي المزاعم. نحن الآن نتواجد في هذا الطابق السفلي تحت الأرض ونتجول في هذه الجولة التي سوف نتفقد فيها هذا الطابق الأرضي في هذا المكان، وأيضا هذه المستشفى التي أخليت بشكل كبير من كافة المرضى المتواجدين هنا. تبدو الصورة كما نرى تخلو تماما إلا من الصحفيين هنا. هذه هي الأجهزة الطبية المتواجدة في الدور الأسفل ما تحت الأرض، وها هي الغرف التي نراها وهي الخاصة بالمعامل الخاصة بالتحاليل وكذلك الأشعة وكافة المزاعم التي ادعاها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لها مكان من الصحة في هذه المستشفى. هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي كافة الدور الأرضي، وهذه هي الغرفة الخاصة باسطوانات الأكسجين وبعض المعدات الطبية في هذه المنطقة، وفي ذلك الطابق ما تحت الأرض الذي يدعي جيش الاحتلال أنه به بعض الأنفاق، ولكن هنا ما الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه المستشفى وفي هذه المنطقة بشكل كامل. نستطيع أن نقول أن هذه الادعاءات ليست لها مكان على أرض الواقع هنا. هذا هو الطابق الأرضي الذي يدعي جيش الاحتلال أنه به بعض الأنفاق وكذلك بعض الأسلحة التي تحتوي على بعض الملايين والذهب في هذه الرواية المزعومة. نحن الآن في أرض هذا الواقع. هذا هو أيضا بعض الطرقات الخاصة الأخرى، نستطيع أن نتجول هنا ونراها بشكل تفصيلي. هذه هي كل الأغراض الخاصة في هذا الطابق الأرضي التي نراها هنا. هذه بعض الطرقات الأخرى أيضا في المستشفى وهي الخاصة ببعض المستلزمات الطبية المتواجدة هنا في هذه المستشفى التي تضحد الرواية الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الساحل الطبي التي أفرغت من جميع المحتويات الخاصة بها للمرضى، وتم إخلاء المرضى من هذه المستشفى التي بها قدرة استيعابية لقرابة 120 سرير. بعد هذه التهديدات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تم إخلاء هذه المستشفى من المرضى خوفا من هذه التهديدات التي يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا الضاحية الجنوبية التي تقع بها هذه المستشفى استهدف أيضا عدد من محيط المستشفيات الأخرى بالضاحية الجنوبية هنا، ولكن هذا التهديد وهذا التحرش من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اتخذته إدارة المستشفى لإخلاء كافة المرضى هنا لهذه المزاعم الإسرائيلية التي قالت أنها سوف تستهدف هذه المستشفى. لا يوجد في هذا الطابق أسفل الطابق الأرضي هنا سوى المعدات الخاصة بالأجهزة الطبية كما نراها. كل هذه الغرف هي غرف خاصة بالأجهزة الطبية المتواجدة هنا، وكذلك الأطباء رغم عمليات الإخلاء ما زالوا يتواجدون في هذه المنطقة بشكل كبير. وهذا الطابق الأرضي أيضا إحدى الغرف الأخرى الخاصة بالطابق ما تحت الأرض، وهذه هي المعدات التي يتواجد بها وهذه المزاعم الإسرائيلية التي تنفيها هذه المشاهد التي يدعيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه التحرشات المستمرة من قبل جيش الاحتلال لاستهداف البنية التحتية بشكل كبير كما استهدفها أيضا في الضاحية الجنوبية لعدد من المنشآت العامة. يأتي هذا القطاع الطبي الذي ادعت وصرحت وزارة الصحة اللبنانية أن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وكذلك أيضا
لكف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف كافة المنشآت الصحية هنا في الضاحية الجنوبية. هذه هي الجولات الخاصة التي نجريها الآن في مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية. من مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية، رمضان المطعني، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.